أنا من الدر من جنوب لبنان، من أم فلسطينية وبي لبناني. كل العالم بعيتوا لي أم علي، لأنه عندي صبي الكبير اسمه علي، وبرشي عيتوا لي أم علي، يعني كل مرة عنا بالضيعة بعيتوا لها باسم ابنا الكبير. أمي وبي انفصلوا لما كان عمري أقل من سنة، تربيت مع ستي. كانت هي أمي وبي وستي ورفيقتي، وهي كانت كل شيء، يعني هي ربتني، ربتني لعمر 16. ما رحتش على المدرسة بس أخذت منها كثير، يعني كانت هي مدرسة لي أحلى من المدرسة. علمتني أطبخ وأخبز، كانت دايماً توصيني بشيء، إنه تقول لي إذا عم نعمل شيء من قلبنا وبمحبة كثير بينجح، وصار عندي إيمان كثير بهذا الشيء. صاج اللي عم نخبزه هو مش بس اسمه صاج، يعني إنه صاج بالاسم هذا صاج، بس هو عم نحط عليه زعتر، عم نحط عليه لبنة، عم نحط عليه جبنة، عم نحط عليه كشك، عم نحط عليه لحمة، يعني الصاج بكل الأكل بيكون كثير طيب. يعني كل يوم بصير عندك أفكار أوسع، أفكار إنه مثلاً لبنة حرة ما كانش ورد اللبنة الحرة ولا حدا بيعملها، إحنا صرنا نعملها جبنة ورقة كمان، هيك بلشت إنه تصير تجيكي فكر إنه بدي أعمل إشي أحلى، اليوم بدي أعمل إشي أحلى، إشي أطيب. عجينتنا هي قمح شعير ذرة، يعني فيها 50% قمح، فيها 25% ذرة، و 25% من الشعير، وفيها مي وملح. اليوم إذا عجنت بترك عجينتي من الصبح لبالليل، عشية إذا لقيتها مرتاحة ومنيحة العجينة بقرصها. تاني يوم الصبح بقوم بشوفها منيحة، بكون مقرصتها وفي على وجهها فوطها مي أكيد، بتضلها طرية وفيها روح. بصير برق بهلا، بكون في عنا شي كارة، بحطها على الكارة وبتبصها على الصاج، هي بتاخذ على الصاج ما بين 6 ثواني أو 7 ثواني. بس تبلشي عم تعجني أول مرة، بتبلشي بدك تعجني، بدك تتعلمي تعجني. بس تتعلمي تعجني بصير بدك تتعلمي ترقي، بدي رق. وصلت لمرحلة الرق وصرت رق مع حنينة، صار بدي هل. صار محروق قلبي أكثر شيء بدي هل، لأنه الهلال كثير حلو، طريقة الهلال كثير حلوة. مثل الهواء إذا بدك عم يلعب مرة هيك ومرة هيك، تحس الهواء إنه أنت عم تلعبي هواء بدايكي. في طريقة كثير نحن بنعملها بنقول له من قلبنا عجنتك، بقوتي عجنتك ومن قلبي حبيتك وبركة الله بتنحط فيك، يعني تقلبي دايكي آخر شيء هيك للسما وتكوني عم تطلبي من ربك. يعني شفت العجين إنه فيكي تحكي معه. أنا من ضيعة اسمها مجد الزون، جنوبية قضاء سور، كانت من أجمل ضيع لبنان، كان فيها بيوت كتير حلوين. فيروز مغنية عنا بالضيعة على دراج الضيعة على الليك. بشتغل بالخبز لما كان عمري 12 سنة، رجعت شفت الفرنية اللي بيسموها الطابونة، تعلمتها لوحدي. كل ما شوف حدا عم يعمل شغلي أوقف ساعات بس عم بتفرجها بعيوني وعم بسق بنظراتي شو عم يعمل. من الأول بحب ابني، يعني دايما لحد اليوم بحب ابني، بحب ابني كل شيء، بحب هيك يكون في بناء بالحياة. وبحسه هذا نوع من البناء، وبحس إنه شيء عم بيروح عم ينكرت. لما دمرت الضيعة راحوا كلهم، بطل حلق رجال يعمل شيء فرنية حد بيت، حد كل بيت كان فيه وحدة. وهذا الفرن بنخبز فيه وبنعمل فيه مناقيش. عنا بالضيعة المرأة بالنسبة لقالوا عيب تشتغل، هيدا ما بيجوز تروح تشتغل بالريد، بيتها لازم تشتغل بس بضمن بيتها ولا بيتها ولا أولادها ولا جوزها. وهيدا شيء أنا كنت ضده من أول لحظة، أنه ليش شو بتفرق المرأة عن الرجل؟ بالنسبة لي فيها تعمل هي مثل ما هو في يعمل، ما عندي مشكلة أبداً أبداً. شيء كتير حاربوني ووقفوا بوجهي، بس لا اتحديت الكل واشتغلت وعملت. بس تعرفت على سوق الطيب وصرت تشوف عالم أكتر ووجوه أكتر، وسافرت أول مرة على إيطاليا بتذكر بال 2004. ما كنتش عم فكر، يعني من بعد ما كنت أركب على الحمار عم بركب بالطيارة لقيت كتير في غرابة بالموضوع. حسيت إنه لازم إيه أنا فيني أعمل شيء، مش بس فيني أني ضني بقلب الضيعة ومحصورة. لما رحنا على ترا مادري هن عم يعملوا محاضرة، خبرونا انه لازم كل واحد يحافظ على اصالته، كل واحد بيفكر بضيعته شو اللي عم يروح. انا طلعت كشف الفقراء انه عم يختفي، ما بقى في حدا عم يعمله، هلا الوحيده بالضيعه كلها انا عم بعمله. بالنسبه لهم انه هذا الشيء عيب اسمه كشف الفقراء. ناس بتقول لك كشف الخمير، ناس بتقول لك كشف الفقراء. ليشيلوا كلمه الفقراء بحطوا كلمه الخمير.
مي وملح وبرغل، بننقعه بالفخارة. بالصيف بده بياخذ 15 يوم ل 12 يوم، بالشتاء بياخذ 130 نهار. كل شيء يومين او 3 ايام بتطلعه، بتدعكيه بايدك، بتفركيه بايديك، بتلاقيه اخذ بعضه وصار منيح مزبوط، بصير تكعزليه مثل اللبنه وبتحطيه بالمرتبين مع الزيت. فيك تحطي له زعتر، فيك تعمليه مع حار، فيك تعمليه مع حبه البركه، فيك تعمليه مع سمسم. يعني انا كنت هون بس اتفرج على البذور اللي بينزرعوا، بس اشوفهم كيف عم يخلقوا. كل يوم كل يوم كل يوم بروح على الحق لي اذا نزرع قمح، بس اشوف البرعم اول ما طلع هيك قديش انبسط فيه، انه انا عم شوف ولد عم يخلق، عم بيعيش، روح عم تطلع من الارض. هيدا الشيء اللي بيخلي علاقتي مع القمح كثير قويه، مع الخبز كثير.